كان غايب عني 4 أيام يعني، هناك كان في مغارة ينام ويكون فيها، ولما انسوا عمل العملية أجا روى علي، جاب السلاح وأجا علي. لما ما أجا علي قال يما أنا طخيت 2، أنا أمي 2 يما، شون عرب يما؟ قال لا يما يهودي. الحمد لله رب العالمين، معنويات قوية، ذولا 29 سنة وهو يربي في الأجيال ويروح ناس ويجي ناس عنده، والحمد لله سمعته فوق الريح. وأنا شامخ والله ابني مني، إن شامخ زي الشجرة ما تزرعها في الأرض وتطلع في السماء، الحمد لله رافع راسي، ويا ريت إلي أخرى 10 زيه، ماني ندمان أنا، الحمد لله رب العالمين.